للمزيد ينضم إلينا من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت. أهلا بك دكتور معنا في هذه التغطية. بداية، ماذا تتابع وكيف تتابع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بأن أولا هذه الحرب ليست حرب إسرائيل فقط ولكنها حرب الولايات المتحدة، ويبدو أنها دعوة للولايات المتحدة من إسرائيل لزيادة الدعم في مواجهة ما وصفه بمحور الشر بالمنطقة؟ تحياتي أولا. نعم، هي حرب أمريكية بامتياز. أمريكا شريكة في هذه الحرب وتقدم السلاح، تقدم الذخيرة، كل هذه الصواريخ والقنابل التي تنزل على غزة هي من أمريكا. هذه القطع العسكرية في المنطقة هي قطع أمريكية. الدعم الدولي غير محدود. محاربة المجتمع الدولي في الأمم المتحدة، تحويل القرار في مجلس الأمن من قرار فعال إلى قرار ضعيف. وقف في وجه المجتمع الدولي. أمريكا تقف في وجه المجتمع الدولي وهي شريكة في الجريمة، فعندما ترفع دعوة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية هي عمليا دعوة ضد إسرائيل وضد أمريكا أيضا. أمريكا تعرف أن هناك إبادة جماعية وهي تقدم الذخيرة التي تقتل وتقدم الدعم الذي يسمح بهذا القتل. فالدعم، الدعوة يجب أن تكون كانت ضد إسرائيل وضد أمريكا، ولكن جنوب أفريقيا لا تريد فتح معركة مع أمريكا، ولكن إدانة جنوب أمريكا هي أيضا إدانة جنوب أفريقيا، هي إدانة أمريكا أيضا في الإبادة. نعم دكتور، يعني هل هناك عوامل ضغط على بنيامين نتنياهو؟ يعني نحن نرى بأن هناك مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بعزل رئيس الوزراء، نرى بأن هناك عضو لمجلس الحرب يشارك في هذه المظاهرات وهو بيني غانتس، يبدو أن هناك أيضا خلاف بين يواف جالاند وبنيامين نتنياهو، وذلك بعد انسحاب الأول من اجتماع لمجلس الحرب. هل تبدو لك أن كل هذه هي ضغوط؟ نعم، هناك مشكلية إسرائيلية، هناك مجتمع إسرائيلي متطرف. يعني هناك هؤلاء الناس الذين يتظاهرون في إسرائيل لا يتظاهرون ضد جريمة إبادة بلدهم، سراحهم، جيشهم يقوم بحرب إبادة. هم يتظاهرون ضد موضوع هذه الحكومة التي فشلت في إخراج الرهائن. يعني هم هناك رأي عام يريد إبادة غزة، يريد تخلص من أهل غزة. للأسف يعني المجتمع الإسرائيلي متطرف. لا نقلل من ذكاء ودهاء والثعلب الإسرائيلي نتنياهو. هذا الرجل يعرف كيف يبقى في الحكم، وهو يمدد في هذا الحرب كي يبقى في هذا الحكم. بعتقد الضغط الوحيد على الحكومة الإسرائيلية هو ضغط الرهائن. هذه الورقة الذهبية في يد غزة هي الرهائن. لولا الرهائن لا أحد يهتم، لا إسرائيل تهتم ولا أمريكا تهتم. يعني كان الضرب كان يكون أضعاف. يتصور كل هذه الإبادة وكل هذا الضرب كان يكون بلا هوادة أيضا. كل كلام الأمريكي هو عن الرهائن، كل كلام الإسرائيلي هو عن الرهائن. المجتمع الإسرائيلي لا يهتم إلا للرهائن، الإعلام الغربي لا يهتم إلا للرهائن. يعني هذا حياة الآلاف من الفلسطينيين لا قيمة لها، 23,000 50,000 جريح لا يهمهم، لا أحد يتكلم. هم يريدون رهائنهم، حكومتهم فشلت فشل ذريع. ولكن ماذا تقرأ فيما يتعلق بانسحاب يواف جالاند من اجتماع مجلس الحرب؟ نعم، إذا انسحب هناك مشكلة. يعني إذا سقطت الحكومة انتخابات مبكرة هناك مشكلة بإسرائيل. نعم، ولكن هل هناك دعم للحرب؟ هناك دعم للحرب على غزة. هم مختلفين أنه كيف نخرج الرهائن. الحكومة هذه وعدت أنه تستطيع بالحرب على غزة إخراج الرهائن بالقوة أو حد أدنى بهذا الضرب تضغط على غزة لتخرج حماس الرهائن. فشلت في ذلك. ولكن إذا تغيرت الحكومة هل ستتوقف الحرب على غزة؟ هل سيدخلوا في مبادلة بالتبييض السجون؟ هل هناك دعم إسرائيلي كافي لذلك؟ هناك ناس مع تبادل الرهائن وحتى لو أدى ذلك إلى تبييض السجون، ولكن هناك أيضا معارضة داخلية لذلك. يعني في ظل هذه المعارضة الداخلية، في ظل هذه المعارضة وكل هذه الضغوط على حكومة نتنياهو، يعني هل ربما إن جاءت حكومة أخرى تغير من مسار نتنياهو، خاصة وأنها أتت بعد معارضة لرئيس الوزراء؟ التشتت الإسرائيلي في مواضيع
يعني تعد بديهية. أنا لا أعتقد إذا كانت هناك حكومة خارج منها المتطرفين سموتريتش وبنكفير، لو كانوا خارج الحكومة لا أعتقد كان يتشدد نتنياهو في موضوع الطعام مثلا، في موضوع المساعدات الإنسانية. هناك تشدد كبير في هذا الموضوع يحرج أمريكا. يتصور منذ بداية الحرب إلى اليوم تقول أمريكا ذات الأسطوانة تعيدها، تخفيف الخسائر المدنيين وإدخال الطعام، ما زالت تعيد هذه الأسطوانة، وإسرائيل ترفض ذلك. يعني كل الإعلام الغربي حتى يكتب، الكل يكتب أنه إسرائيل تمنع دخول المساعدات، تعرقل المساعدات. حتى كان في سناتور أمريكي قال أنه إسرائيل تعرقل المساعدات، ترسل الشاحنة إذا كان هناك غرض لا يعجبها ترسل الشاحنة، تعرقل الدخول. يعني كل هذا تجويع، هذا تجويع، هذه السياسة، القتل بهذا الشكل، الإجرام بهذا الشكل، خلفه أن هناك اليمين المتطرف الديني يريد ذلك، ونتنياهو تحت ضغطهم استمر في ذلك. أنا لا أعتقد نتنياهو يريد التطرف إلى هذا الحد، ولكن عنده يمين اليمين الذي جعله يتطرف إلى هذا الحد. إذا جاءت حكومة بدون هؤلاء لا أعتقد تستمر بهذه الدرجة من الإجرام مع غزة. ماذا يقول المجتمع السياسي الأمريكي عن مسألة تغير الحكومة في إسرائيل؟ هم يحاولون دائما القول أن إسرائيل دولة ذات سيادة، نحن لا نتدخل في سياستها. يعني أنا استغربت عندما دخل بايدن بموضوع سموتريتش وبنكفير وأن هناك متطرفين بالحكومة الإسرائيلية. هم يحاولون عدم التدخل في ذلك، لأنه حتى الإسرائيلي الذي يدعم إسرائيل والليبرالي لا يحب أمريكا تتدخل في الشأن الداخلي الإسرائيلي. وحتى الإسرائيلي يعني يريد مساعدة أمريكا، ولكن يعني هم بعد دولة ديمقراطية لا يجب أن هي تختار حكومتها. المجتمع الإسرائيلي هو الذي اختار هذه الحكومة. السياسيين الأمريكيين غير بايدن لم يتكلم أحد عن، باستثناءات قليلة يعني تكلموا عن أن وضع أن هناك يمين متطرف، ولكن أمريكا لا تضغط للتغيير. يعني هناك مشكلة منذ البداية في هذه الحرب، من هذه بايدن وإدارته أخذوا مقاربة أن إسرائيل شريكة لهم، وأنهم ينصحوا إسرائيل، يقدموا النصائح، يعطوا دعم غير محدود ويعطوا النصائح. والأمل كان الأمريكي عند بايدن أن هذا الدعم غير المحدود يؤدي إلى أن الإسرائيلي يأخذ بنصيحة الأمريكي، ولكن لا يريد الضغط عليه. نعم دكتور أحسان، يعني لماذا في رأيك تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن محكمة العدل الدولية، وقال في تحدي للمحكمة أن هذه المحكمة لن توقف بلاده عن مواصلة القتال في القطاع، وتأتي هذه التصريحات قبل حتى أن تعلن المحكمة عن أي قرار بخصوص هذه القضية؟ صحيح. شوف، الأمم المتحدة ليس لها جيش. الأمم المتحدة قراراتها لا تنفذ نفسها، القانون لا ينفذ في كل دول العالم، القانون لا ينفذ نفسه، القانون لا يمنع الناس، الذي يمنع الناس هو من يطبق القانون. هناك دولة، هناك جهاز أمن، هناك هذه الدولة جهاز التنفيذي ينفذ القانون. هناك مادة قانونية، إذا لم يكن هناك سيف، هناك دولة تطبق القانون، يعني الورقة، القانون ورقة، حبر على ورق يعني. فالمهم ليس فقط القرار، هو المهم تطبيقه. يعني لو يكون هناك قرار، لماذا تنظر هذه التصريحات يعني قبل أي قرار من محكمة العدل الدولية؟ يعني هو بنيامين نتنياهو تحدى المحكمة حتى قبل أن يعرف ماذا ستحكم المحكمة. صحيح. يعني كان في قضية أمريكا رفعت، بعتقد نيكاراغوا رفعت دعوة عليها واخذت قرار. القرار لا ينفذ نفسه، القوي لا يردعه القانون، الذي يردع المخالف للقانون هو السيف، هو القوة. ولكن ألا ترى بأنه ربما متخوف من قرار المحكمة ولذلك استبق الأحداث؟ أكيد متخوف. أنا أعتقد يعني القضية واضحة جدا، أن هناك إبادة وهناك استعمال للطعام والسلاح، هناك يعني هناك العمل الجرمي والنية الجرمية. والنية الجرمية ليس فقط من وزير من هناك هنا وهناك، ومن رئيس الدولة، من رئيس الوزراء، هؤلاء الناس، وزير الدفاع، هؤلاء كلهم يبينوا النية الجرمية إضافة للعمل الجرمي. فأنا كمحامي أنا أقول لك هذه القضية سهلة جدا إدانة هؤلاء الناس، ولكن إضافة إلى ذلك يعني هم، أنا أعتقد المحكمة الأرجح تأخذ قرار ضد إسرائيل، ولكن السؤال هو كيف يطبق هذا القرار. يعني ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة
يعني استهزأ بهذه المؤسسة، قال نحن لا يهمنا الأمم المتحدة، لا تعديل شيئا، وقعد يتمسخر حتى اتهموا الأمين العام للأمم المتحدة بأنه معادلة سامية ويجب إزالته. هذه دولة غطرسة، هذه دولة يعني اليهود في إسرائيل يعني يروا أنهم يحكمون العالم، لا يهموا أحد، معهم أمريكا لا يهتموا بأحد، لا يهتموا حتى لو أخذت هذه المحكمة العليا هذه القرار، من يطبقه يعني؟ إذا أمريكا قالت هذه معركتي وأنا أحارب هذا القرار، هل تعتقد أن هذا القرار سيصل إلى شيء؟ لا أعتقد.